فضيلة الشيخ عطية، نرى بعض المصلين أثناء السجود يكون أحد قدميه نائما غير منتصب، وأحيانا يكون القدمان نائمين، فهل الصلاة بأي وضع تكون صحيحة؟ وما شكل السجود الصحيح؟ السجود في الصلاة ركن من أهم أركانها، وهو فرض بالنص والإجماع، ولا بد فيه من الطمأنينة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لرجل رآه يسيء صلاته، وأجمعت الأمة على هذا، والطمأنينة أقلها زمن يسع سبحان الله، ولم يقل بفرضيتها أبو حنيفة لعدم ذكرها في القرآن. والحد الأدنى في السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض عند الجمهور، وأوجب أبو حنيفة وضع أكثر الجبهة مع التحامل عليها، للحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، ولا بد أن تكون الجبهة مكشوفة غير مغطاة. وهل يجب السجود على أعضاء أخرى غير الجبهة؟ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسجود على سبعة أعظم: اليدين والركبتين والقدمين والجبهة. هناك للشافعية قولان: الأظهر عند الرافعي لا يجب السجود على غير الجبهة، والأظهر عند النووي الوجوب. وعلى ما صححه النووي الاعتبار بباطن الكف في اليدين وببطون الأصابع في القدمين، ولا يكفي ظهر الكف ولا ظهر الأصابع، ويكفي وضع جزء من كل هذه الأعضاء كإصبع واحدة. والحنفية قالوا: الواجب هو إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين، والسنة أن يكون السجود بالكل. والمالكية قالوا: السجود على غير الجبهة سنة غير واجب. والحنابلة قالوا مثل ما قال الشافعية: فإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها. وفي السجود على طرف الأنف خلاف، فالجمهور على عدم الوجوب، وعند أحمد روايتان إحداهما بالوجوب، بدليل حديث البخاري ومسلم في الأمر بالسجود على سبعة أعظم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الجبهة أشار بيديه إلى أنفه، والثانية بعدم الوجود. من هنا نرى الاتفاق على وجوب السجود على الجبهة، وما عدا ذلك من الأعضاء فيه خلاف، قيل بالندب وقيل بوجوب إحدى اليدين وإحدى الركبتين وإحدى القدمين، والدين يسر والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يشترط في صحة السجود ألا يكون مكان الجبهة أعلى من مستوى الركبتين؟ قال الحنفية: ارتفاع موضع الجبهة يكون ضارا إذا زاد على نصف ذراع، إلا لضرورة كسجود المصلي على ظهر المصلي الذي أمامه عند الزحام، وذلك بشرط ألا يجد مكانا خاليا لوضع جبهته على الأرض، وأن يكون في صلاة واحدة، وأن تكون ركبتاه على الأرض. والشافعية قال: إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة، إلا إذا رفع عجيزته وما حولها عن رأسه وكتفيه فتصح الصلاة. فالمدار عندهم على تنكيف البدن، وهو رفع الجزء الأسفل من البدن على الجزء الأعلى منه في السجود، وذلك حيث لا عذر كالحامل، فالتنكيس غير واجب عليها
إذا خافت الضر. والمالكية قالوا إذا كان الارتفاع كثيرا كفرسي متصل بالأرض فالسجود لا يصح على المعتمد، وإن كان قليلا فلا يضر. والله أعلم. وعند النزول للسجود هل الأفضل أن نقدم اليدين أم الركبتين؟ أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه. وروى الخمسة إلا أحمد عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. جمهور الفقهاء على وضع الركبتين قبل اليدين، ومالك والأوزاعي والشيعة يميلون إلى وضع اليدين قبل الركبتين. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض الرواه، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. وقد جاء مرويا في مسند أبي بكر ابن أبي شيبة إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. هذا وما دام الأمر خلافيا بين الفقهاء فلا يصح التمادي في التعصب لرأي من الآراء، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، فبعض المصلين يفرقون بين أقدامهم لدرجة كبيرة، وإذا كانوا في جماعة ألصقوا أرجل بعضهم بأرجل البعض الآخر فتتسع المسافة بين قدمي المصلي بصورة لافتة للنظر، فما رأي الدين في ذلك؟ إذا كان الإنسان يصلي إماما أو منفردا كان من السنة ألا يضم قدميه عند القيام في الصلاة، بل يفرج بينهما، وذلك باتفاق الأئمة. أما المسافة بين القدمين فقدرها الحنفية بأربع أصابع، فإن زاد أو نقص كان مكروها، وقدرها الشافعية بشبر، وقال المالكية والحنابلة يكون التفريج متوسطا بحيث لا يضم القدمين ولا يوسعهما كثيرا حتى يتفاحش عرفا. وإذا كان المصلي مأموما في صف فمن السنة سد الفرج وتراص الصفوف، وجاء في ذلك حديث رواه البخاري ومسلم أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وجاء في رواية البخاري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وجاء في رواية أبي داود عن النعمان بن بشير قوله فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. والكعب هو العظم الناتئ في جانبي الرجل عند ملتقى الساق بالقدم، لأنه هو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه. والقول بأن الكعب هو مؤخر القدم قول شاذ. وإلزاق أو لزق المناكب يتبعه بسهولة إلزاق الكعوب، لكن لو تباعدت المناكب اقتضى إلزاق الكعوب التفريج بين الأقدام بمسافة كبيرة تتفاحش عرفا كما يقول المالكية والحنابلة، وتزيد على الشبر كما يقول الشافعية، وعلى الأصابع الأربعة كما يقول الحنفية، وذلك مكروه. وقد يحرص بعض الأشخاص على إلزاق الكعوب على الرغم من تفاحش المسافة بين قدميه،
فهو يريد فعل سنة فيقع في مكروه إلى جانب مضايقته لمن بجواره الذي يحاول ضم قدميه لكنه يلاحقه ويفرج بين قدميه بصورة لافتة للنظر، وقد يضع رجله ويضغط عليها، ومضايقة المصلي تذهب خشوعه أو تقلله، والإسلام نهى عن الضرر والضرار. وتضرر بعض المصلين من إلزاق جاره رجله برجله ذكره أحد رواة الحديث فيما أخرجه الإسماعيلي حيث قال: ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. فأرجو التنبه لذلك إبقاء على المودة وعلى مساعدة على الخشوع في الصلاة، والله أعلم. ما الحكمة في جعل السجود ضعف الركوع في الصلاة؟ بمعنى أن المصلي في الركعة الواحدة يسجد مرتين ويركع مرة واحدة. العبادات نظام اختاره الله ووضحه الرسول لنتقرب به إلى رب العزة سبحانه، ولذلك يجب فيها الاتباع والالتزام. وإن كانت هناك حكمة منصوص عليها لهذا النظام كان بها، وإلا فإن عقل المؤمن يمكن أن يفسر ويستنبط الحكمة، وقد يصيب فيها وقد يخطئ، وذلك لا يغير من الحكم شيئا. ومن أجل ظهور الخضوع لله بقوة في السجود بكونه مرتين، كان فضل الله عظيما للساجدين. جاء فيه الحديث الذي رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. ويؤكد أن تكرار السجود فيه غاظة للشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أيضا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر هذا بالسجود فسجد، وأمرت أنا بالسجود فعصيت، فلي النار. وإذا كان هذا حال الشيطان عندما يسجد ابن آدم لله سجدة وده، إذا قرأ آية فيها سجدة، ربما لا تتيسر له هذه القراءة إلا في فترات متباعدة، فكيف يكون حال الشيطان في ذلته وحسرته إذا تكرر سجود ابن آدم في اليوم الواحد 34 مرة في الصلوات المفروضة؟ بل يتكرر أكثر من ذلك إذا صلى النوافل. ومن هنا نعلم أهمية السجود الذي جاء التعبير به أحيانا عن الصلاة كلها. فقد روى مسلم وغيره أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن أحب الأعمال إلى الله أو عن عمل يدخله الجنة، فقال له: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب لما سأله الدعاء لله بمرافقته في الجنة: فأعني على ذلك بكثرة السجود، والمراد الصلاة. وإذا كان الركوع مرة واحدة فهو كسائر أركان الصلاة، يكون مرة واحدة في كل ركعة، وذلك كله من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، ما جلسة الاستراحة وهل تصح الصلاة بدونها؟ الصلاة بأقوالها وأفعالها تشتمل على أركان واجبة الأداء، لا تصح الصلاة إذا ترك واحد منها، وذلك كالركوع والسجود.
كما تشتمل على سنن يندب ويستحب فعلها، وتصح الصلاة بدونها كالتسبيحات وتكبيرات الانتقال من ركن لآخر. فالأركان أساسية والمندوبات كمالية. وقد قسم العلماء المندوبات الكمالية إلى أقسام، بعضها أهم من بعضها الآخر، ورأى بعضهم أن الأهم منها يعوض عند عدم الإتيان به بسجود السهو، وذلك كالقنوت في الصبح والتشهد الأول. ومنها ما لا يعوض إن ترك، كدعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير للركوع وعند الرفع منه. وذلك كله مأخوذ من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجلوس في الصلاة قد يكون ركنا أساسيا، كالجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير، وقد يكون غير أساسي ومنه جلسة الاستراحة. وهذه الجلسة تكون بعد الرفع من السجدة الثانية عند القيام للركعة التالية. وقد اختلف العلماء في حكمها بناء على اختلاف الأحاديث الواردة بشأنها، فقال بعضهم إنها من سنن الصلاة، فيستحب للمصلي أن يأتي بها لينال ثوابا، ومن لم يأتي بها لا تبطل صلاته. وقال بعضهم الآخر: ليست من سنن الصلاة، فلا ثواب على فعلها، ولكنها مباحة لمن يحتاج إليها، كالمتعب لمرض أو لكبر سن أو لسبب آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها قولا، ولكن كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى، بدليل أن الذين رووا صفة صلاته ذكرها بعضهم ولم يذكرها بعضهم الآخر. ولو كانت هي من عادة النبي دائما في صلاته ما أهمل هؤلاء الرواة ذكرها. من هذا نرى أن جلسة الاستراحة مرخص فيها لمن احتاج إليها، أما ترتب ثواب على فعلها أو عدم ترتبه فليس فيه نص يعتمد عليه، وعلى هذا لا يجوز التعصب لها، ولا عيب من يتركها لأنه مخالف للسنة. ولعل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا دليل على سماحة الإسلام ويسره، ما دامت الأساسيات مؤداه، ولكل أن يزداد من الخير بما يشاء مما شرعه الدين. والله أعلم. نرى بعض المصلين إذا سجدوا باعدوا بين اليدين وأخذوا مساحة كبيرة لدرجة يتضايق بها من يصلون بجوارهم في صلاة الجماعة، فهل هذا من السنة؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضع إبطيه. والتجنيح هو تفريج، والمراد أنه ينحي كل يد عن الجنب ولا يلصقها به، ومن هنا يرى بياض إبطيه. يقول القرطبي: والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع مع مغايرته لهيئة الكسلان. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين يديه عند السجود ويجافيهما عن جنبه، وينبغي أن يكون التفريج والمجافاة بحيث لا يتأذى أحد، كمن يصلي بجواره في الجماعة مثلا، فالضرر منهي عنه، وذلك على غرار
ما جاء في التفريج بين القدمين عند الوقوف في الصلاة، حيث اتفق الجميع على أنه إذا كان متفاحشا أي واسعا جدا كان مكروها. والله أعلم. رجل يقول: بعض المساجد تتكون من عدة أدوار، والمأموم لا يرى الإمام ولكن يعلم بأعماله من خلال مكبر الصوت، وأنا أسكن فوق مسجد، فهل يصح لي الصلاة في شقتي خلف الإمام وسوف أعلم من خلال مكبر الصوت بأعماله؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، وقد بين الحديث سبب مضاعفة الثواب بقوله: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فالحديث يحث على صلاة الجماعة في المسجد حتى يضاعف الثواب بالخطوات والانتظار فيه حتى تقام الصلاة وبعد الصلاة لختامها. وهذه المضاعفة لا توجد في صلاة المنفرد في بيته، بل لو صلاها جماعة في بيته سيضيع منه ثواب الخطوات والمكر في المسجد، وإن كان للجماعة أيا كان ثواب إن شاء الله. وقد شرط العلماء لصحة صلاة الجماعة التمكن من ضبط أفعال الإمام إذا كان المأموم خارج المسجد الذي يصلي فيه الإمام، وألا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع، وألا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام لو أراد بدون انحراف عن القبلة. بمعنى أن الذي يريد أن يصلي جماعة في مسكن بالعمارة التي في أسفلها مسجد فيه إمام يصلي، هل يستطيع النزول إليه على السلم دون انحراف عن القبلة؟ إن أمكن صحت الجماعة، وإلا فلا. هكذا قال الإمام الشافعي، ولكن الإمام مالكا يحكم بصحة الجماعة ما دام المأموم متمكنا من ضبط أفعال الإمام عن طريق مكبر الصوت. والإمام أحمد يشترط رؤية المأموم للإمام أو من وراء الإمام، وهذا لا يحصل في الصورة الواردة في السؤال. فالخلاصة أن صلاة الجماعة في صورة السؤال صحيحة عند الإمام مالك، باطلة عند غيره. والله أعلم. فما الحكم في أن بعض العاملين يصلون في مكان العمل مع قرب المسجد إليهم؟ هناك حديث يقول: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان المراد به لا صلاة كاملة، وذلك عند عدم الخوف، فإن وجد خوف أو مصلحة أخرى فالصلاة في البيت أو في أي مكان آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا، وفي بعض الروايات: فأينما أدركتك الصلاة فصلي، والدين يسر والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، سمعت البعض يقول إن الصلاة بين أعمدة المسجد مكروهة، فما صحة هذا القول؟ الصلاة بين أعمدة المسجد ليست مكروهة لا للإمام ولا للمنفرد، فقد صح في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة صلى بين الساريتين، وكان كثير من التابعين
يؤمون قومهم وهم بين الأعمدة في المساجد. وأما المؤتمون فتكره صلاتهم بين الأعمدة إذا كان في المسجد سعة حتى لا تقطع الصفوف. أما عند الزحام والضيق فلا مانع من أن يصلي المأمومون بين الأعمدة. روى الحاكم وصححه عن أنس قال: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد منها. وروى ابن ماجه بإسناد فيه مجهول: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. فالخلاصة أن الصلاة بين الأعمدة مكروهة ما دامت هناك سعة في المسجد، وإلا فلا تراها، والله أعلم. هل تجوز صلاة الجنازة وكذلك صلاة الفرائض بين المقابر أو بالقرب منها؟ صلاة الجنازة بين المقابر صحيحة وإن كانت مكروهة على رأي الجمهور، وفي رواية لأحمد أنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وهو في المقبرة، وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع، وحضر ذلك ابن عمر وفعله عمر بن عبد العزيز. وصلاة الفرائض وسط المقابر صحيحة أيضا وإن كانت مكروهة إذا كانت على التراب مباشرة دون فراش طاهر يصلى عليه، خشية أن يكون التراب متنجسا، وكذلك لكراهة جعل القبر أمام المصلي حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صدر، نود أن نعرف ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه قوله: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم: محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، وليس ذلك مذموما إذا بني المسجد أولا وجعل القبر في جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره. لكن العراقي قال: الظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بني المسجد لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا. وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهي على التحريم، فإن البعض الآخر حمله على الكراهة، بمعنى أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. والذين قالوا بصحتها مختلفون، فقال بعضهم: هي مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلي أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره. وقال آخرون: محل الكراهة إذا كان القبر أمامه، لأن هذا الوضع هو الذي يراد من اتخاذه مسجدا
ومن الصلاة فيه أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة. والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلي فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذي حرم الصلاة وحكم ببطلانها. ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر في المسجد، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون في المسجد لا في الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا في الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة. وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهي حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلي، وإلا فلا كراهة. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، سمعنا من يقول لا صلاة لحابس، فهل هو حديث شريف؟ وإن كان صحيحا فما نصه وما معنى الحادث؟ روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، أي صار في حكم الداخل بلا إذن، ولا يصلي وهو حاق حتى يتخفف. وروى مسلم وغيره عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومعنى حاق حابس البول، والأخبثان هما البول والغائط. وجاء في الإقناع في فقه الشافعية تكره الصلاة حاقنا بالبول أو حاقبا بالغائط أو حاذقا بالريح أو حاقما بالبول والغائط. والمقصود أن يكون الإنسان في صلاته خاشعا متفرغا لفهم معنى ما يقول ويفعل، ومدركا مقام الوقوف أمام الله، لا يشغل عن ذلك بأي شاغل من هذه الأمور حتى لا يتوزع فكره ويذهب خشوعه أو يقل، بل ينبغي التخفف بإزالة هذه الضواغط والشواغل. والله أعلم. وما الحكم إذا تبين للمصلي أن صلاته تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ معلوم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، كما قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، رواه مسلم وقد انعقد الإجماع على ذلك. والقبلة لمن كان بمكة أو قريبا منها هي عين الكعبة أو هواؤها المحاذي لها من أعلاها ومن أسفلها، فيجب عليه أن يستقبل عينها يقينا إن أمكن، وإلا اجتهد في إصابة عينها، ولا يكفيه استقبال جهتها. ومثله من كان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإن قبلته هي عين الكعبة، لأن محراب مسجده وضع مسامتا لعين الكعبة بالوحي، فيجب استقبال عين المحراب. والقبلة لمن كان بعيدا عن مكة هي جهة الكعبة عند الجمهور،
ما عدا الشافعي الذي يوجب استقبال عينها يقينا إن كان قريبا، وظنا إن كان بعيدا. فيجوز الانتقال عن عين الكعبة يمينا أو شمالا، ولا بأس بالانحراف اليسير عندهم بحيث لا تزول به المقابلة بالكلية، أي يبقى شيء من سطح الوجه مسامسا للكعبة. والاستدلال في الأمصار والقرى على القبلة يكون بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاجتهاد مع وجودها. وكذلك المحاريب المعتمدة في مساجد المسلمين كما عليه الجمهور. فإن لم توجد محاريب معتمدة وجب سؤال العارفين الثقات، وإن لم يوجد عارفون استعملت وسائل أخرى كالشمس والنجوم إن كان عالما بدلالتها. فإن لم يستطع وجب الاجتهاد والتحري، وصلى إلى ما ترجح عنده من الجهاد. لكن لو اجتهد وصلى ثم باء بعد ذلك خطأ الاجتهاد، هل وقعت صلاته صحيحة ولا يعيدها، أو وقعت باطلة ووجبت إعادتها؟ جمهور الفقهاء على صحة هذه الصلاة وعدم وجوب الإعادة. والشافعي هو الذي قال لا عبرة بالظن البين خطأه، وعليه إعادة هذه الصلاة ولو كانت لمدة طويلة. يقول ابن قدامة في المغني: وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم تكن عليه إعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في القول الآخر تلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة. ولنا أي دليل الحنابلة ومعهم الجمهور ما روى عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن، إلا أنه من حديث أشعث السمان وفيه ضعف. وجاء مثله عن عطاء عن جابر بسند ضعيف. وذكر ابن قدامة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو البيت. ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز، وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وهو الصحيح. ويزيد ابن قدامة في التدليل لعدم الإعادة بأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها، ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط. فالخلاصة أن المخطئ في ظنه في استقبال القبلة صلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا تبين الخطأ، وذلك على رأي جمهور الفقهاء
ومنهم الشافعي في أحد قوليه فيكاد يكون الحكم باتفاق الفقهاء الأربعة، والله أعلم. إذا كان على شخص صلاة فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أم بنية الظهر، أم يصلي الظهر منفردا أولا ثم يصلي العصر؟ اتفق الفقهاء سواء منهم الجمهور الذي يوجب الترتيب بين القضاء والأداء ومن لا يوجبه، اتفقوا على أنه إذا خاف من الترتيب ضياع وقت الأداء كان الترتيب ممنوعا، بل يجب تقديم صلاة الحاضرة صاحبة الوقت حتى لا يترتب على ذلك ضياع وقت صلاتين. أما إذا خاف من الترتيب ضياع الجماعة في صلاة الأداء فلا يعد ذلك عذرا، بل يصلي الفائتة أولا، وبعد الانتهاء منها قد يدرك بعض الجماعة للحاضرة، وإذا لم يدرك صلاها منفردا. والإمام الشافعي هو الذي قال في هذه الحالة يجوز أن يصلي الحاضرة جماعة ثم يصلي الفائتة، بل يجوز أن يصلي الفائتة خلف إمام يصلي الحاضرة، وذلك كله يسر، والله أعلم. يقول قائل: أدركت الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الظهر وسوف أتم ركعتين بعد تسليم الإمام، فهل أقرأ في الركعتين الفاتحة وما تيسر من القرآن لأن الإمام لم يقرأ في الركعتين الثالثة والرابعة قرآنا، أم أكتفي بالفاتحة فقط؟ الإجابة على هذا السؤال مبنية على سؤال يقول: هل ما أدركه المسبوق مع الإمام يعد أول صلاته أو آخرها؟ هناك رأيان في هذه المسألة. رأي يقول إن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة المأموم، وعلى هذا الرأي من أدرك من صلاة الظهر الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام يكون قد أدرك معه ركعتين هما الأولى والثانية بالنسبة له، فإذا قام ليكمل الصلاة بركعتين فلا يقرأ فيهما قرآنا بعد الفاتحة، لأن القرآن لا يقرأ إلا في الركعتين الأولى والثانية، وهو الآن يصلي الثالثة والرابعة. والرأي الثاني يقول إنما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته كما أنه آخر صلاة الإمام، وعلى هذا الرأي من أدرك من صلاة الظهر الركعة الثالثة والرابعة مع الإمام يكون قد أدرك معه ركعتين هما الثالثة والرابعة بالنسبة له أيضا، فإذا قام ليكمل الصلاة بركعتين فله أن يقرأ فيهما قرآنا بعد الفاتحة، لأنهما بالنسبة له الأولى والثانية، والقرآن يقرأ فيهما. وللمصلي أن يختار ما يشاء من الرأيين، مع العلم بأن قراءة القرآن بعد الفاتحة سنة وليست فرضا، لو تركها عمدا لا تبطل صلاته، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، حضرت لأصلي صلاة الظهر فوجدت صلاة الجنازة، فهل أصلي الظهر أم أصلي الجنازة، مع العلم أن الانشغال بالجنازة في ذلك الوقت قد يضيع صلاة الظهر مني؟ من المعلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، لو قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين، ولا تكون فرض عين إلا إذا لم يوجد إلا واحد فقط، كما أن من المعلوم أن صلاة الظهر محدودة الوقت يحرم إخراجها عنه، وصلاة الجنازة ليس لها وقت محدود. فإذا كان الوقت متسعا فمن السنة تقديم صلاة الجنازة
لأن الإسراع بدفن الميت سنة، سواء أكانت الصلاة للجنازة فرض كفاية أم فرض عين. أما إذا ضاق الوقت وخيف فوت صلاة الظهر إن اشتغل بصلاة الجنازة وجب تقديم صلاة الظهر، حتى لو كانت صلاة الجنازة فرض عين بأن لم يوجد غيره. وبالأولى إذا كانت فرض كفاية فهي بالنسبة له سنة، والفرض وهو صلاة الظهر يقدم على السنة، والله أعلم. قد يصاب البعض بفقدان الوعي لفترة بسبب ارتجاج في المخ أو بسبب أي مرض آخر ثم يفيق، فهل عليه قضاء الصلاة في الأيام التي فقد فيها الوعي؟ إن من فقد عقله وغاب عن الوعي سقط عنه التكليف ما دام كذلك، وعليه إذا صدرت منه ألفاظ حسنة أو سيئة لا يعتد بها ولا يترتب عليها أثر دنيوي أو أخروي، اللهم إلا إذا حصل منه إتلاف مال أو شيء من حقوق الغير فإنه يطالب بالتعويض وإن ارتفع عنه اسم العدوان، فالضرر لا بد أن يزال، ويستوي في فقدان العقل أن يكون ساعات أو أياما أو شهورا. وبخصوص ترك الصلاة فإنه وإن كان معذورا بفقد الوعي لا بد بعد الإفاقة من قضاء ما فاته، قياسا على النوم والنسيان للصلاة لا بد من قضائها لعظم شأنها، على الرغم من الحديث الذي يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما رواه ابن ماجة وغيره. والحديث الذي يقول رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري ومسلم. فقد أمر بقضائها وجعل تركها مع النسيان والنوم كأنه ذنب لا بد من كفارة له، وذلك كله لعظم شأن الصلاة، كالقتل الخطأ يوجب دية لإزالة الضرر ويوجب كفارة عظمى، مع أنه لا عقاب عند الله على الخطأ. هذا في من فقد الوعي لعارض طرأ عليه، أما الذي بلغ سن التكليف مجنونا أو فاقد العقل فلا تكليف عليه، ولو شفي وأفاق يبدأ التكليف ولا يقضي ما فات من العبادات، والله أعلم. رجل ترك الكثير من الصلوات عمدا وقد وفقه الله للتوبة، فهل يقضي الصلاة التي تركها؟ وإذا كان عليه قضاؤها وهو لا يعرف عددها فكيف يقضيها؟ يقول جمهور العلماء إن الصلاة إذا خرج وقتها دون أن يؤديها المسلم المكلف وجب عليه أن يقضيها، وخروجها عن الوقت إن كان لعذر كالنوم والسهو يوجب قضاءها، لحديث البخاري ومسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي رواية إذا رقد أحدكم عن صلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فالله يقول وأقم الصلاة لذكري. وكذلك يجب القضاء لأنها صارت دينا عليه. وقد روى الشيخان أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه التي ماتت وعليها صوم شهر هل يقضيه عنها؟ فقال له نعم، فدين الله أحق أن يقضى. أما خروج الصلاة عن الوقت بغير عذر فهو يوجب القضاء أيضا، كما قال جمهور العلماء
لأن القضاء إذا كان واجبا على الناس والنائم فهو على المتعمد أولى. وقول الحديث فليصلها إذا ذكرها يدل على ذلك، لأنه وإن كان تعمد تركها فقد تذكر ذلك بعد عندما أراد أن يتوب، لأن المراد بالذكر العلم. أما رأي غير الجمهور ومنهم أهل الظاهر فهو عدم قضائها إذا تركت عمدا، لأن القضاء هو على الناس بنص الحديث ولا يقاس عليه المتعمد، وعليه أن يتوب توبة نصوحا فقط، وعليه الإقبال على أداء الصلاة بعدها. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهناك قول عند الحنابلة بعدم وجوب القضاء على من تركها عمدا إذا طلبها منه الحاكم ودعاه إلى فعلها، لأنه في هذه الحالة يكون مرتدا عندهم، لكن هذا الرأي مقيد بحالة مخصوصة وهي طلب الحاكم. والخلاصة أن تارك الصلاة سهوا يجب عليه القضاء باتفاق العلماء، أما تاركها عمدا فيجب عليه القضاء عند الجمهور وهو الصحيح. والإنسان حر في كيفية القضاء من حيث الترتيب وعدمه على ما رآه بعض الفقهاء، ونختار هذا الرأي للتيسير، كما أنه يقضي ما علم أو غلب على ظنه أنه ترك بعد الاجتهاد في حصر المتروك، ولا معنى لانشغاله بالنوافل التي لا يحاسب عليها مع الإهمال في القضاء. وعلى تارك الصلاة عمدا مع وجوب القضاء أن يتوب إلى الله ويحافظ عليها ويندم على تقصيره ويعزم عزما صادقا على عدم التهاون فيها، كما يسن له أن يبادر بالقضاء قبل مباغتة الأجل أو تغير الظروف التي يعجز معها عن القضاء. ومن مات وهو يقضي ولم يتم الوفاء فأمره مفوض إلى ربه، وبحسب نيته تكون آخرته، والرجاء في رحمة الله كبير، والله أعلم. ما صورة المتكاسل عن الصلاة كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نعامله؟ الحديث الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة يعذب كان في رؤيا رآها مناما، ورؤيا الأنبياء حق. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص، وأنه قال لنا ذات غداه إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما استتبعاني، وأنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصلح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ وبعد تمام قصة الرؤيا قال له أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذه الصورة كانت في رؤيا وكانت بعد فرض الصلاة، لكن هناك رواية للبزار وغيره
عن أبي هريرة أن ذلك كان في قصة الإسراء، والإسراء كان في مكة، حديث الرؤيا كان في المدينة حيث لم تكن في مكة فرصة لحكاية ذلك في جمع من أصحابه. وعليه فتقدم رواية البخاري على رواية البزار والبيهقي والطبراني. ولو فرضنا أن ذلك كان ليلة الإسراء فقد تؤول على المستقبل، يعني عندما تفرض الصلاة بعد، وقد تؤول على أن الصلاة كانت مفروضة قبل الإسراء ركعتين أول النهار وركعتين آخرة، وما كان ليلة الإسراء وهو تحديدها بخمس صلوات. وفي حديث البزار أيضا عذاب من يبخلون بالزكاة ويأكلون الربا، وكل ذلك شرع في المدينة بعد حادث الإسراء الذي وقع بمكة، فيؤول على المستقبل عندما تفرض هذه الأمور إن قبلنا هذه الروايات. وهناك كلام كثير في الصلاة التي صلاها الرسول بالأنبياء. أما معاملة هذا الإنسان الذي يتكاسل عن الصلاة فيصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيمان. فإن لم يكن للإنسان سلطان على هذا الإنسان المتكاسل للصلاة كان التغيير باللسان بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب وإلا كان الإنكار بالقلب الذي يترجم إلى عمل كمقاطعته وعدم احترامه لعله يتوب، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل القنوط في الصلاة مشروع؟ وإذا كان مشروعا فهل يكون في كل الصلوات وهل له صيغة محددة؟ القنوط وهو الدعاء مشروع في الصلوات الخمس عند النوازل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قنت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مدة شهر يدعو على حي من بلين، لأنهم قتلوا بعض الصحابة الذين أرسلهم ليعلموهم. رواه أبو داود وأحمد. كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وجاء فيه قال: يجهر بذلك، ويقول في بعض صلاته وفي صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، وهما حيان من أحياء العرب، حتى أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والقنوت في الصبح على هذا مشروع عند النوازل كبقية الصلوات، أما في غير النوازل فللفقهاء فيه أقوال. خلاصتها: قال الحنفية والحنابلة بعدم مشروعيته، مستدلين بما رواه ابن حبان وابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم. وقال المالكية والشافعية بمشروعيته، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا الترمذي أن أنس بن مالك سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال: نعم. وما رواه أحمد والبزار والدارقطني عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ومناقشة هذه الأدلة وبيان الأرجح من الأقوال يمكن الرجوع إليه في كتاب زاد المعاد.
ويمكن الجمع بين روايات الإثبات وروايات النفي بأن هؤلاء المروي عنهم كانوا يقنطون أحيانا ولا يقنطون أحيانا أخرى، لأنه سنة وليس بفرض ولا واجب، والمثبت مقدم على النافي كما هو معلوم. وإذا كان بعض الصحابة لم يقنط لأنه لم يره من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدم الرؤية لا يدل على النفي المطلق. هذا في قنوط الصبح. أما في قنوط الوتر فهو سنة عند الشافعية في النصف الثاني من شهر رمضان، أما في غير ذلك فهناك خلاف. فعند الحنابلة أن القنوط مسنون في الوتر في الركعة الواحدة في جميع السنة، وعند المالكية والشافعية لا يسن، ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد. وعند الحنفية مسنون في كل أيام السنة. وقنوط النوازل مشروع في غير صلاة الصبح أيضا. قال النووي وهو شافعي المذهب فيه ثلاثة أقوال، والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه مشروع في كل الصلوات ما دامت فيه نازلة وإلا فلا، ولم يقل لمشروعيته غيرهم. ورأي المالكية أنه إن وقع لا تبطل به الصلاة وهو مكروه. القنوت عند الشافعية يحصل بأية صيغة فيها دعاء وثناء، مثل اللهم اغفر لي يا غفور، وأفضله اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. وقد روي عن الحسن بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه، كما رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحسن من هذا. ولفظه المختار عند الحنفية كما رواه ابن مسعود وعمر، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك نتوكل عليك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. يقول النووي استحب الجمع بين قنوت عمر وروي عن الحسن، وإلا فليقتصر على رواية الحسن.